راغب علامة سعيد بتهافت المعجبات حوله. كثير من الأزواج يطلبون منه التقاط الصور مع زوجاتهم. كشف عن رأيه في موهبة هيفاء وهبي. إليكم في هذه الحلقة أبرز تصريحات راغب علامة. راغب علامة كان ضيف برنامج حبر سري مع الإعلامية أسماء إبراهيم، وتحدث خلال اللقاء عن سعادته بتهافت المعجبين والمعجبات عليه، وأكد أنه يشعر بالسعادة عندما يطلب منه أي شخص التقاط صورة مع زوجته. روى راغب في إحدى المرات أن واحداً من معجبيه طلب منه التقاط صورة مع زوجته، وقال له نصاً: لو مراتي ما بسيتكش حتى طلقني. راغب علامة عاش الكثير من التجارب العاطفية التي أثرت فيه، وأكد أن بعضاً منهن كان هدفهم الوحيد البحث عن الشهرة والمال، وكشف أنه تعرض لأذى نفسي ومادي بسبب تلك العلاقات. وقال راغب إنه في إحدى الفترات ارتبط بامرأة أكبر منه في السن، وكانت تريد السيطرة على حياته بشكل ملحوظ، وحاولت إبعاده عن الفن والأشياء التي يحبها حتى يكون برفقتها فقط، لكنه انتبه على تأثير هذه العلاقة السلبية وأنهاها سريعاً. كشف راغب علامة عن رأيه في هيفاء وهبي، وأكد أنه لا يؤمن بها كمغنية بل فنانة استعراضية، مؤكداً أنها تمتلك كاريزما خاصة ومواصفات الأنثى الشيك والذكية، وقال إنها لا تستطيع الغناء لايف على المسرح، ونصح هيفاء بالتركيز في التمثيل لأنها تمتلك قدرات فنية خاصة وتستطيع التعامل مع الكاميرا بشكل جيد. أكد راغب علامة أنه يحب الغناء الشعبي، وأكد أنه بدأ مشواره الفني كمطرب شعبي هاوي، وأكد أن المطرب الأول في الغناء الشعبي من وجهة نظره هو أحمد عدوية، ورغم غنائه ستايل أغاني مميزة لكنه لا يمانع في تقديم هذا اللون الغنائي الآن. أكد راغب علامة أنه لا يفكر في تجربة التمثيل، مؤكداً أنها ستضره أكثر مما تفيده، وكشف أنه يعاني بشدة عندما يقوم بتصوير الفيديو كليب. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.